بيصلح وخالد الغندور بيغير اللعب الناحيه الثانيه وريكين لعيبه الزمالك وتصويبه وتتصلح وجول وجول لنادي الزمالك على طول كره طويله لكن ملعوبه على طول لا ناحيه الشمال وسريعه هجمه سريعه للنادي المصري هجمه سريعه للنادي المصري ناحيه الشمال ياسر محمد وياسر بيصلح والثاني خطر والثاني ملعوبه ولسه بيحاول يعدي وليد وعدى عدى عدى في منتهى الخطوره وجول وجول 1-1 غلطه عمر الشتنسي خطر قاتل بيتسبب في هدف التعادل للنادي احمد كشري احمد كشري بيجيب هدف التعادل ايه اللعبه وادي احمد كشري وادي سنس الزمالك وقف ورقص وخبطت وعدى من بشير وعدى ورقص محمد وبيجيب الجول محمد عبد المنصف وبيجيب الجول في الدقيقه 32 وادي جاء على طول الجهاز الفني والهدف التعادل في 32 بيجيب احمد كشري هدف ابراهيم بيصلح وخالد الغندور بيغير اللعب الناحيه الثانيه وريكين لعيبه الزمالك وتصويبه وتتصلح وجول وجول لنادي الزمالك على طول كره طويله لكن ملعوبه على طول لا ناحيه الشمال وسريعه هجمه سريعه للنادي المصري هجمه سريعه للنادي المصري ناحيه الشمال ياسر محمد وياسر بيصلح والثاني خطر والثاني ملعوبه ولسه بيحاول يعدي وليد وعدى عدى عدى في منتهى الخطوره جول وجول 1-1 غلطه عمر الشتنسي خطر قاتل بيتسبب في هدف التعادل للنادي احمد كشري احمد كشري بيجيب هدف التعادل ايه اللعبه وادي احمد كشري وادي سنس الزمالك وقف ورقص وخبطت وعدى من بشير وعدى ورقص محمد وبيجيب الجول محمد عبد المنصف وبيجيب الجول في الدقيقه 32 وادي جا على طول الجهاز الفني والهدف التعادل في 32 بيجيب احمد كشري هدف